مثال براءة خطبة أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridoannya Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, khatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dilanjutkan dengan isi khutbah pertama dan seterusnya sampai dengan selesai. Di akhir khutbah pertama, khotib dapat menutupnya dengan bacaan sebagai berikut. Barakallahu liwalakum fil quranil azim wa nafa'ni wa iyaakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim wa qurrabbih fir warham wa anta khairul rahimin. Contoh bacaan khutbah kedua. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمدين وعلى اله واصحابه اجمعين أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أوصِيكم وَنفسي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا إِلَّا antum kemudian dilanjutkan dengan isi khutbah kedua dalam bahasa Indonesia jika diperlukan jika tidak, maka bisa dilanjutkan dengan bacaan selanjutnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Wa radiyallahu ta'ala An kulli sahabati rasulillahi ajma'in اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر